إيش الأخطر من تحول الحب إلى كره؟ هو تحول الحب إلى لا شيء، إلى لا شعور، إلى أن وجودك زي عدمه. أنت ذهابك وإيابك واحد. ما عاد ضحكتك الحلوة تسعدني سنة قدام، ما عاد وجودي بقربك يخليني أحس أني ملكة الدنيا وما فيها، ولا عادت الكلمة السيئة منك تجرحني وتكسرني وتأثر فيني وتخليني أنهار. ما عاد تستناك، ولما تجي ما تجي الدنيا معك، ولما تروح ما أخسر شيء. هنا الخطورة، لأن نكون في منتصف طريق، لا عارفة أخذ خطوة لقدام ولا عارفة أرجع لورا. قاعدة أتفرج على حياتي وهي تروح، لما يتحول الحب إلى لا شيء.